يقول وفقه الله يلاحظ أن الغرب قد تحرك أخيرا بتهديداته ويريد أن يتدخل في العراق. يقول أولا كانت داعش تقتل وتصلب، والآن لما بدأوا بالنصارى وبحجة وقتل رجالهن وسبي نسائهن يقول تدخل الغرب. طيب ما السبب؟ نعم، نحن نسأل بالمقابل، من الذي أعطى هؤلاء هذه الذريعة؟ أليس هم التكفيريون الذين ذبحوا المسلمين فضلا عن النصارى؟ يذبحون كل من يخالفهم ويذكونهم كالشياة، ويقتلون الصغير والوليد والشيخ والمرأة من المسلمين. فمن الذي برر لهؤلاء الكفرة من الشرق والغرب حيث تمالؤوا على المسلمين بسبب فعل أولئك؟ وما أصابكم مصيبة مما كسبت أيديكم، يعني هؤلاء التكفيريون والخوارج هم الذين مكنوا لهؤلاء الكفار من هذا العمل، بل إنهم الآن في الشام يتعاونون مع النصيرية ضد أهل السنة، وفي العراق وغيرها يتعاونون مع أعداء السنة من الرافضة وغيرهم، وهم يظهرون فيما يزعمون أنهم أعداء لهؤلاء. ولكن الذين قتلوا من أهل السنة بأيدي هؤلاء أكثر من الذين قتلت الرافضة في العراق. أي نعم، فالكل على مذهب فاسد، سواء الرافضة أو الخوارج، أيا كانت نحلتهم وأيا كانت مسمياتهم، لا شك أنهم كلهم على ضلال، وكلهم مارقون من الدين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أقول من الذي مكن لهم؟ مكن لهم أصحاب الفتاوى الضالة الذين ضيعوا شبابنا خلف السراب، وأعطوهم صكوك الغفران مثل صكوك النصارى، مثل صكوك القساوسة، أنهم إذا فجروا في المكان الفلاني مباشرة تتلقفهم الحور العين. والعجيب أنك لا تسمع منهم كلمة إعلاء كلمة الله ولا نصر الدين، إنما كل تغنيهم وأناشيدهم وهزيجهم وصياحهم الذي يرددون كله فقط محصور في الحور العين. لا شك أن من نعيم الجنة الحور العين، وهذا حق ينشده كل مسلم، لكن قصر الأمور عليه هذا جهل. أحد الذين قابلناهم في لجنة المناصحة سألته سؤالا عارضا، يعني قلت هل أنت متزوج؟ قال والله ما كان بيني وبين الزواج إلا لحظة واحدة فحرمت منها. قلت ما يفسر؟ قال كنت سآخذ الحور العين بدلا من الحور الطين، ولكن حرموني لما اعتقلوني. قلت احمد ربك أنهم اعتقلوك ومنعوك من أن تكون قاتلا أو مقتولا أو معتديا أو مقضيا عليك، فاحمد الله عز وجل الذي أنقذك من أن تقتل المسلمين باسم الجهاد المزيف الدجل الذي ليس بجهاد، وإنما هو إفساد في الدين. فانظروا إلى هؤلاء، يعني بالأمس في قتلوا 150 دفعة واحدة من أهل السنة في العراق هؤلاء الخوارج،
ونهيك عن الطريقة البشعة التي يقتلون بها. قبل أيام قتلوا 5 لا وما شاء الله عندهم ورع، يلقنونهم الشهادة ثم يقتلونهم. طيب من أين أتيتم بهذا؟ إذا لقنته الشهادة وتشهد حتى في يعني على اصطلاحكم ما دام تشهد ودخل في الإسلام، إذن لماذا تقتله؟ لماذا تقتله؟ قالوا نحن نريد أن تموت على الإسلام. ويتشهد وهم يذكونه بالسكين. فهؤلاء وحوش، بل إنهم يبدو والله أعلم أنهم مسيرون من قبل الكفار، سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا. امرأة أمس تنادي: يا شيخنا البغدادي الحقنا، أولادنا ذهبوا، أولادنا في السجون، أولادنا. امرأة عايشة في نعمة وعايشة في ستر وعايشة في بلد الأمان وبلد الستر، وتريد أن تلتحق بهؤلاء الأوغاد وتناديهم عبر مواقع تويتر، تريدهم أن يعني ينقذوها من بلد الإسلام لتكون تحت حكم أولئك المارقين من دين الله عز وجل. فانتبهوا، انتبهوا، المسلم ليس بالخب ولا الخب يخدعه. ارجع للعلماء الربانيين، اسألهم عن هذه القضايا. إياك أخي الشاب أن تنخدع. والله يا إخوان أيضا في المناصحة أذكر لكم شيئا مر علي. أحد العائدين من بلاد الفتن الذين من الله عليهم بالبصيرة وتنبهوا وتذكروا ذكر لنا أمرا عجيبا. يقول: هناك عصابة لها 3 رؤساء، رئيس هنا عندنا يجيشهم، ورئيس في الشام، ورئيس في تركيا. هذه العصابة تأخذ، يقول: قالوا لي ماذا عندك من النقود لما بايعهم وذهب معهم؟ يقول: بعت سيارتي ب20,000. فقالوا: طيب هذه 5 تبقيها معك لتتصرف بها في السفر، و15 تدفعها هنا للزبون الذي هنا في الداخل ليوصلها إلى الزبائن الآخرين، يقول: من أجل أن نشتري لك بها سلاحا تقاتل به. يقول: فلما وصلت هناك ما وجدت جهادا، وجدت أناس يتقاتلون، يعني قالوا لي: اذهب إلى هذا المكان وفجر فيه. طيب هذا المكان حتى يقول إنه بلد سنة، يعني بلد ناس من أهل السنة. يقول: فلما ناقشتهم كلم همس لي واحد ممن غلب على أمره وهو يريد الرجوع من هنا، ذاهب من هنا وغرر به، وقال: لا تعارضهم يقتلوك صفوك، إن استطعت أن تتسلل وتعود إلى بلدك فافعل، وأنا جالس أحاول لكن يقول لي 2 ما استطعت لأني هددت، إن تحركت من هنا فمصيري القتل. فيعني إخوان هذه أشياء متكررة، فاحذروا وتنبهوا وحذروا أولادكم من الاستماع إلى هذه الفتاوى الضالة التي يطلقها أولئك الضالون، ومروهم بالرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.